هذا رجالك بشار وهي كلمتنا منحكيها اشرح عمرات نهار وهيدي الله نحاميها احنا رجالك بشار وهي كلمتنا منحكيها اشرح عمرات نهار وهيدي الله نحاميها. انتقل الى حمص معنا من هناك هادي العبد الله عضو الهيئة العامة للثورة السورية. سيد هادي العبد الله، كيف تبدو مدينة حمص اليوم؟ في أرجاء وأحياء مدينة حمص الأحد المقبل؟ نعم تماما، يعني كل الدعوات التي وجهها في للإضراب منذ بدء الثورة حتى الآن تكون حمص في المقدمة. لم يتخلف، لن أقول حي واحد، لم يتخلف محل واحد من المحال التجارية عن الإضرابات التي كانت تحصل. لكن يعني بالفترة التي نعيشها الآن هناك إضراب حتمي على حمص بسبب إطلاق النار الكثيف، يعني لا نستطيع أن نفتح المحال التجارية، لا يستطيع طلبة الجامعة أو طلبة المدارس الخروج إلى خلال الأيام الثلاثة الماضية أو الأربعة الماضية، لا يستطيعون حتى الخروج إلى جامعاتهم أو مدارسهم. فهذا الإضراب مفروض علينا حتى وإن هدأت الأوضاع قليلا في حمص، فسوف نكون كما كنا في مقدمة من يستجيب لهذه الدعوات بالإضراب الكامل الذي هو الخطوة الأولى كما تعلمون للعصيان المدني الشامل، طبعا بعد أن رأينا التخاذل العربي تجاه سيد هادي. يعني ابقى معنا لو سمحت، نحن نشاهد وإياك ومشاهدين الكرام صورا تردنا الآن من بلدة مصيب في محافظة درعا. ونتابع معك سيد هادي العبد الله عضو الهيئة العامة للثورة السورية من حمص، هل تسمعونا؟ لا أختي، لابد أن نشير إلى أمر مهم. لا يفهم من كلامي أن حمص لم تخرج، يعني عندما تكلمت أنا فقط تكلمت عن الأحياء التي شهدت مشاكل، وإلا فكل أحياء حمص الباقية ولدي أسماء الأحياء التي انتفضت الجرعات الكافية والأدوية الكافية لهؤلاء المرضى. الأمر الثاني، نحن نطلب من الهلال الأحمر والصليب الأحمر التدخل الفوري. مشاكل حمص كلها، وهذا يعني مثبت بالصور، المشاكل الوطنية هي ذكرت عن العديد من الشباب وأيضا من بلدة نمر رغم الاعتقالات الكثيفة. الآن تجري أختي الكريم إطلاق نار كثيف على المتظاهرين في مدينة الأبية التي هدفت منذ الأيام الأولى واللحظة الأولى يا حمص حنا معاكي للموت. في أي مدينة؟ في أي مدينة سيد محمد أبو زيد مرة أخرى لو سمحت؟ في مدينة جاسم أختي الكريمة تم إطلاق نار. من إدلب عضو المكتب الإعلامي لمجلس الثورة في إدلب عباس إدلبي، سيد عباس كيف يبدو الوضع في إدلب اليوم؟ نعم الآن أعداد بالعشرات الآلاف تحتشد في مركز مدينة إدلب. الله أكبر، في ساحة مسجد سعد والهتان في نصف حمص والمدن المحافظة، ونعيش حالة من الخوف في ظل انقطاع الاتصالات الأرضية والخليوية وخدمات الإنترنت، ولا نعرف ما سيجري في المدن الأخرى. يعني هذه الممارسات من قطع الاتصالات وتخريب العالم الخارجي، إلى متى سنعيشها نحن في مدينة إدلب وفي محافظة ككل؟ طيب احنا رجالك بشار وهي كلمتنا منحكيها.